الاستعمار الإنجليزي لمصر في سنة 32 و300 وألف للهجرة، أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا، ثم الحرب على تركيا، وخلعت الخديوي عباس الثاني، وعينت مكانه عمه حسين كامل، ثم أعلنت الحماية على مصر، وعلقت عمل الوزارات، وفرضت قوانين الطوارئ. ازدادت معاناة الشعب المصري بسبب الحرب العالمية الأولى، وهب ضد المستعمر، واشترك الأزهر الشريف في هذه التحركات عبر علماء كبار أمثال محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. تشكل وفد مصري برئاسة سعد زغلول لمفاوضة الإنجليز على الاستقلال. قُبلت مطالب الوفد المصري بالتسويف والرفض، وفي سنة 37 و300 وألف للهجرة اعتقل سعد زغلول ورفاقه، وتم نفيهم إلى جزيرة مالطا. فعمت الثورة أرجاء البلاد، واندفع الشعب بكامل فئاته وطوائفه لتعطيل المصالح الإنجليزية وإعلان الإضراب العام. عينت بريطانيا الجنرال اللمبي للقضاء على الثورة في مصر، فأفرج عن الزعماء المنفيين، وتم تشكيل لجنة عرفت بلجنة ميلنر لدراسة الأوضاع. وضعت اللجنة المبادئ الأولى لاتفاقية بين مصر وبريطانيا تتضمن تلبية بعض المطالب الشعبية مع الإبقاء على الامتيازات الإنجليزية. وفي سنة 40 و300 وألف هجرية أصدرت السلطات البريطانية تصريحاً يتضمن إعلان انتهاء الحماية الإنجليزية على مصر، وإعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة. لكن الإعلان تضمن أيضاً إبقاء امتيازات كبيرة لبريطانيا في مصر. كانت هذه الوثيقة بمثابة إعلان استقلال مصر، لكنه مع هذه الشروط كان استقلالاً منقوصاً، وانقسم المصريون بين مؤيد ومعارض لهذا التصريح.